السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة كورس كاوس انجينيرينج كونسبت. شوفنا في الدروس اللي فاتت ايه هو الكاوس انجينيرينج والهيستوري الخاص بيه وتعريفه والفاليو الخاص بيه والتيمز اللي ممكن نشتغل معاهم والتولز اللي ممكن نستخدمها على علاقة اوبن سورس. وفي الدرس الثاني شوفنا بعض التولز، شوفنا اول تولز اللي هي المانجل تولز، وشوفنا ازاي نقدر نعملها ديبلويمنت عندنا وهي فري. وفي الدرس الثالث شفنا بعض السيناريوهات اللي ممكن نطبقها كاوس انجينيرنج زي السي بي يو والميموري والديسك والنتورك وغيرها. وطبعا السيناريوهات اكتر من كده بكتير جدا ولا تعد ولا تحصى، ما فيش تولز شامله لكل السيناريوهات، انما فهمنا ان احنا ممكن نستخدم عشرات التولز في نفس الوقت، ممكن ندمج بين التولز دي كلها اوبن سورس، ممكن تعمل لها كاستمايزيشن، ممكن انت تبني التولز الخاصه بيك، او ممكن انت ما تستخدمش اي تولز. بالفعل في الواقع ممكن تعمل كل السيناريوهات دي بشكل مكتوب زي ما احنا شايفين كده، وتعمل كل سيناريو تقول ازاي اعمل كفر بيه وازاي انفذه في الواقع وايه الافكت الخاصة بيها بعد ما انا نفذ. فهنا الموضوع سهل جدا وبسيط عندنا. طيب بعد ما شفنا اول تولز، جربنا تولز اللي هي مانجل وشفنا بنستخدم عشرات التولز. بالفعل زي ما احنا قلنا ان في عشرات التولز عندك، لو جيت هنا في اللينك ده ممكن عندك على جيت هاب، ده عباره عن ريسورس كده، السايت ده او يعني الصفحه دي على جيت هاب بيديك الكونسبت الخاص بالكاوس انجينيرنج بارتكلز، ويعني ارتكلز كتيره جدا على الكاوس انجينيرنج، كتب موجوده على الكاوس انجينيرنج، كورسات على كاوس انجينيرنج والتولز الخاصه بالكاوس انجينيرنج، وعلى راسهم طبعا كاوس انجينيرنج وسايمون ارمي اللي هم اتعاملوا مع اول سوليوشن خاص بالكاوس انجينيرنج مع نتفليكس. لان في عشرات التولز، منها تولز فري، واحده بس اللي هي تعتبر حتى الان جيرمن. جيرمن ده هتلاقي ان هي دي عباره عن السايت بتاعها، ده الشركه بتقدم لك سوفت وير ساز مش اون بريمس، ممكن تستخدمها عشان تقدر تعمل كاوس انجينيرنج لبعض التولز عندك الموجوده في الانفايرمنت بتاعتك من خلال الويب انترفيس، وبيعمل كده كوميونيكيت مع الانفايرمنت الخاصه بيك، وبيعمل بعض السيناريوهات كاتاك او سي بي يو او ميموري او غيره، وبيشوف بيديك ريزلت في الاخر بشكل ظريف وبشكل بسيط جدا عندك. ده يمكن الحاجه الوحيده الكوميرشال، لكن يعتبر بقيه التولز او 99% منها اتس اوبن سورس. في حاجات زي ما قلنا متخصصة زي مثلا كيوب مانكي، ده متخصص في حاجات الكوبرنيتس فقط، وبعض الحاجات عامة، في بعض الحاجات على الداتابيز، في بعض الحاجات على الكونتينر، في بعض الحاجات على النتورك فقط، في حاجات على السيرفيس مش، في حاجات على السيرفر ليس وغيرها من الحاجات. تولز كتير قوي كل شوية بتتغير، كل شوية بتتعدل، ممكن تتزود بعض السيناريوهات عندك في حاجات على الاي دبليو اس، على البايثون، على اون بريمس وساس وغيرها، حاجات كتير جدا. تولز هنا كتيرة جدا، وشركات كتير بتعملها وبتعملها اوبن سورس للناس وهكذا. ده يعني الصفحة دي مهمة قوي، ممكن تستخدمها عندك كريفرنس، تلاقي منها ريسورس سواء تولز او كتب او فيديو او ارتكلز او كونسبت عندنا. كتب هتلاقي فينا كتب كتير قوي، عملت سيرش كده في جوجل هتلاقي فيه شركات كتير عاملة كاوس انجينيرنج كتب، يعني كتير قوي على امازون ممكن تشوف بعض التولز. هنا هتلاقي في كورس، يعتبر كورس الوحيد موجود على lynda.com اللي هو بقت لينكد ان حاليا، على موضوع الكاوس انجينيرنج، فيديو بعض الساعات كده بسيط بيديك برك فكره على موضوع الكاوس انجينيرنج عندنا. يعني انه انت حاليا ما بقتش محتاج تستخدم كورس او حاجه، الكونسبت مفترض يوصل لك، مفيش حاجات زياده يعني هتشوفها في كورسات تانيه، كونسبت واحد، فكره واحده، التولز كتيره تستخدم، الفكرة مش في التولز، الفكرة في السيناريوهات الخاصة بالتولز. يعني ما تربطش نفسك بتولز أو تبقى متخصص في تولز، لأن مفيش تولز في العالم هتغطي لك السيناريوهات اللي أنت عاوزها. هتلاقي ممكن فيها حاجات أكتر، فيها حاجات أقل، في حاجات مش متناسبة بالتارجت اللي أنت عامله طبقا للديبلويمنت الخاص بالإنفايرمنت بتاعتك. فالتولز حاجة جنب السيناريوهات اللي انت بتعملها، لو هي بتغطيها اتس اوكي، ما بتغطيهاش انت ممكن تعملها مانيوال زي ما شفنا، وتعمل انت السيناريوهات اللي انت عاوزها بايدك اول شيء. الريسورس كتيره جدا والانفورميشن كتيره جدا على موضوع الكاوس انجينيرنج، حتى لو دخلت على لينكد ان والسايتس الخاصه بالجوبز الموجوده على مستوى العالم وعملت سيرش على كلمه الكاوس انجينيرنج، هتلاقي في جوب في الشركات الكبيره على موضوع الكاوس انجينيرنج،
حتى كون الجينيوم ممكن تكون بارت يعني قدام في ادارات الاوديت والهاي افيلابيلتي والكونتينيوس سيرفيس، ان هي تروح تعمل اوديت على الديبارتمنت الثانيه وتعمل عليها سيناريوهات وتشوف هل السيناريو اللي احنا هنطبقه ده يعني والاجريمنت اللي احنا عاملينه مع اداره الهوستنج او الانفراستراكشر او الداتابيز او الميدل وير او غيره، هل السيناريوهات دي بتطبق في الواقع؟ هل ان احنا لو عملنا سيناريو فيلير دلوقتي يعني هنقدر نحقق الاس ال اي بتاعتنا ولا هتكون اعلى من اللي احنا متوقعين فيه؟ لذلك يعني مفترض تكون الكاوستنج انجينيرنج ده احد الادارات المنفصله عن الهوستنج او الانفراستراكشر عشان تكون فيها ما فيش يبقاش فيه تضارب مصالح بينهم وبعض، تكون هي تبع الاوديت او تبع ريبورت الفي بي او حد عشان زي السايبر سكيورتي والحاجات دي، عشان هو تبقى ليه الحق ان هو يقدر يعمل مونيتورنج وترابل شوتنج او يعمل سيناريوهات للفيلر بالفعل او شارع ترابل شوتنج، ويشوف هل الاس ال اي بتاعتنا اللي احنا متفقين معاها مع التيمز ديت تقدر تتحقق او لا عندنا. طبعا لسه يمكن ما فيش جوبز موجوده عندنا في الميدل ايست بالخاص بالمسمى ده، مع ان احنا من سنين بالفعل كنا بنستخدم الحاجات ديت، لكن كنا بنعملها بشكل مانوال، كنا بنعمل الحاجات دي بشكل كده يعني تطوعي، او كنا بنعملها بشكل فردي او طبقا لخبرات كل واحد كان بيحاول يعمل كده سيناريوهات للفيلير ويقدر يعمل تيست للسيرفيس بتاعته ويشوف يتاكد ان الكلاستر ده لو حصل مود هيشتغل ولا لا، والداتابيز ده لو حصل له ستوب هتعرف ولا لا، والكوربشن كنا بنعمل ريستور للداتابيز، ولو ما حد بيشتغل مع الايزو كان بيعمل بعض السيناريوهات مع الايزو سواء ريستور ماشين او ريستور سيرفر او ريستور سيرفيس او يعمل فيلوفر لسيرفيس معانا في الدي ار عشان يتاكدوا ان السيناريوهات اللي انت عاملها دي بشكل تمام صحيحه او لا. يمكن كل الحاجات دي كنا بنعملها من سنين حتى طبعا بشكل شخصي من زمان قوي، لكن ما كانش في لسه مصطلح نعرف مصطلح الكاوسنج انجينيرنج عندنا، كلها حاجات كده عشوائيه وتطوعيه وحاجات فرديه عندي. حتى لما كنت عامل السيناريوهات اللي كنا عاملينها في كورس لايف اللي عاملها من فتره طويله كلها عباره كانت حاجات تطوعيه وحاجات بتعتمد على خبرات الفرديه للشخص، ما كانش في حاجه ستاندر او حاجه بتنظم الكلام ده كله. اتمنى في النهايه تكون انت حطيت رجلك على اول خطوه في عالم الكاوس انجينيرنج وتكون فهمته. كاوس انجينيرنج ما هوش خاص بالانفراستراكشر او غيره، هو خاص بكل الناس بكل المستويات سواء ابلكيشن سواء انفراستراكشر سواء داتابيز ميدل وير نتورك، كل الليفل ممكن يعمل عليه كاوس انجينيرنج، ما هوش خاص بسيرفيس معينه. كاوس انجينيرنج لكل الابلكيشن كل السيرفيس بكل اللير بتاعتها، حتى لو حاجات فيزيكال زي الكهرباء والجنريتور واليو بي اس ممكن تعمل عليها سيناريوهات ككاوس انجينيرنج، مش بس حاجات اي تي مش بس حاجات انفراستراكشر، لا ده كل ليفلز، حتى الناس نفسها هي جزء من بارت من الكاوس انجينيرنج وتفاعلهم مع المشكله وازاي بيحلوها والترتيب والتزامن بينهم وبين بعض هيبقى عامل ازاي في حاله الديزاستر، هل هيحصل تضارب؟ هل هيحصل ميسنج بين الناس؟ هل هيحصل عشوائيه ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ فالموضوع الكاوس انجينيرنج موضوع كونسبت اكتر منه تولز، موضوع فكر اكتر منه حفظ، موضوع تبقى مستوعب وشايف الموضوع من فوق وشايف الفول بيكتشر لكل السيرفيس وكل الديبندنسي وكل التيم وكل الكومبوننت الموجوده عندك في الانفايرمنت، اللي هي كلها في الاخر بتطلع السيرفيس بتاعتك للعملاء بتوعك سواء انترنال او اكسترنال. وهدفي ان انا احاول اقدم السيرفيس دي بشكل سليم وبشكل تمام، وعاوز اعمل سيناريوهات للفيلر عشان اوصل لحل المشكله، ولما تحصل في الواقع يبقى انا جاهز عندي. وزي ما قلت في النهايه اقول الحكمه اللي بتقول العرق في التدريب بيحافظ على الدم في المعركه، فما تنتظرش المشكله تحصل والكارثه تحصل وتروح تدور لها على حل، لان ساعتها هيكون موقفك مش قوي او مش ظريف بالنسبه للعملاء او بالنسبه للمديرين او غيره. متشكر جدا لحسن سماعكم، تابعونا على اكاديميه وعلى في ام مان عشان تشوفوا كورسات تانيه جديده هنعملها ان شاء الله، وحاول تشيروا الكورس ده عشان نحاول نوصل لاكبر عدد، ويا ريت تشيروا وتابعونا على اليوتيوب والفيسبوك والتويتر واللينكدين عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه وتشيروا الفيديوز ده عشان نوصل لاكبر عدد من المهتمين ونفيد اكبر عدد من الناس عندنا. كان معاكم خالد دسوقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.